شيفر سانتي. في شيفر سانتي اليوم مش حكي لكم على قائمة الأمراض المتسببة في الوفيات في تونس، وين تصدرت الوفيات الناجمة عن مرض السكري قائمة الأمراض القاتلة لسنة 2020 ب 3537 حالة وفاة، أي ما يعادل نسبة 7.6% من مجموع الوفيات اللي رصدتها المعهد الوطني للصحة اعتماد على ما تسلمه من شهادات طبية للوفيات، والبالغ عددها 46420 شهادة. واحتلت الوفيات المرتبطة بمرض القلب والأوعية الدموية حسب الإحصائيات الوطنية المتعلقة بأسباب الوفيات المركز الثاني في قائمة الأمراض المتسببة في الوفيات خلال السنة الماضية ب 3136 حالة وفاة، أي بنسبة 6.8% من الوفيات. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم.